صلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا على قولين، جمهورهم على أن الإنسان يردد ما قاله المؤذن عملا بالحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول صدقت وبررت، والذي يذهب إليه والعلم عند الله أن الأصل أن يقول الصلاة خير من النوم كما قال المؤذن، لكن لو أن الإنسان أحيانا دون أن يلتزم هذا قال صدقت وبررت فلا حرج إن شاء الله. الله أكبر الله